بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم خياتي حبيباتي في الله بناتي. اليوم جيت وجبت معايا وصفة تاع فرماج، واش نقولكم روعة. تبعوا معايا دوك نقولكم كيفاه. مرحبا بكم مرة تانية. بسم الله، هنايا عندنا لترة تاع الحليب، هكذا لترة تاع الحليب رايحة نديرها فوق النار تسخن تسخن برك، ما قلناش تغلي. هايلك كي تشوفوا هاد الدخانة ويطلع اعرفوا هذاك هو راهي لحقت. هنا نفرغ عليها 2 مغارف تاع خل، الخل اللي عندكم الاحمر ولا هذاك الابيض ما يهمش، ديروا 2 مغارف تاع خل هكذا. من بعد نعاود نرجعوا فوق النار وانا نحرك غير بالعقل حتى ينفصل هذاك الجبن من الماء تاعو. هاوليك هنا نحتاج 3 كيغي، 2 صفر بيض، مغرفه تاع نص مغرفه تاع خميره تخميرة الحلوى، ونص مغرفة تاع الملح. انا درت كيغي، اللي ما عندهاش كيغي دير فرماج واحد اخر، فرماج اللي عندها بورسيون. وشنو دير شوية بزيادة 5 حبات ولا هكذا. انا درت كيغي بس كنت نحب المذاق تاعو، صح غالي مي قلت معليش نجربو هكذا نشوف. المهم قلت لكم تقدروا ديروا حاجة واحدة اخرى. هاوليك الان راهو فوق النار، هاوليك هو فوق النار وانا راني نحوس نطم هذاك الجبن ديالو. حنا كي نشوفوه انفصل تما نروحو باش نصفيوه. شتو بدا دوكا؟ ها واش نقولكم، والله جربتو قلت معليش نجرب هكذا ونشوف، مي جا فريمون جا بنين، عجبني جا هايل روعة، ما فيش حاجة كبيرة كيما شفتو. ريت الحليب نقدروا نضحيو بيها، على بالي دوك تكرانا في الأزمة تاع الحليب، مي معليش صافولكو. يعني باش تشري طرف فرماج كيما هذاك راح يستقام بارابور شكارة حليب. واش نقولكم بنين، غير جربوه على ضمانتي. هاي لك نورمالمون لا سي بون، هكذا كي نشوفو هكذا خلاص، يعني كون راح نصفوه راح يجي هذاك مصل الحليب وحده، ويجينا هذاك الجبن وحده. هابريك هنايا خلاص شفتو كيفاش نطم وحدو هذاك والما راح وحدو. انا نجوز نصفي، مي ماشي لازم تقطرو حتى راك حدير جبن، لا انا ماشي حندير جبن هنايا. دونك معليش نحيلو هذاك الما ديالو اللي نفصل عليه فقط، ما نعصروش. انا هذاك الما ما رميتوش، على بالكم معمر دوك هذاك الماء بلي بروتين بالفيتامينات، دونك ما رميتوش. قلت من بعد كي نعجن ندير به. هاوليك هنا بعد ما صفى قلت لكم ما نخليش حتى يروح له كامل الماء ديالو، نديرو في فشحه نطيبو، اما في طنجره ولا كل واحد فاش. انا درت هنا مقله درتو فيها، نخلط له المقادير الاخرى، نسي كيفاش نفتحو، من بعد نخلط له المقادير الاخرى هذيك، ومن بعد باش نردو فوق النار. هاولي قلت لكم هذا انا ما نرميش نخبيه، هكذاك نستعمله في المعجنات ومن بعد. هاولي شفتو كيش راهو، دوك نسي كيفاش نحلو مليح. انا هنا شغل نشف لي شويه حتى زدت له قص 2 مغارف تاع الماء ديالو. المهم دوك من بعد هاديك يتفتحو كامل هادوك الحبيبات. هنا زدت هاديك لاليفوغ، قلت لكم نص مغرفة تاع قهوة تاع لاليفوغ ونص مغرفة تاع الملح.
نص مغرفة تاع الملح تاع قهوة، باسكو حين بعدك نزيدو الفرماج، دونك راح يجي فيه كمان يجي مالح. الوغ على هادي لازم نعسو. هاوليك هنا تاني نزيد الفرماج هذاك، ندخلو مليح معاه، من بعد نزيد هادوك لي جون دوف. جربوه خياتي، نتمنى تجربوه. هكذا نخلطو مليح كلش، حديت جانس كل حاجة هنايا هكذا، و ميم طو نتوما راكو تعبزو فيه هكذا باش يتحلو هادوك الحبيبات تاع الجبن. دوك نضيفو هادوك الجون دوف، هاوليك هداك جون دوف يمدلو الطراوة و يمدلو تاني لاكولوغ هكذا، دوك يخرج صفر خاطر درنالو هاد لي جون دوف. أو بلوس زيادة في القيمة الغذائية، واش نقولكم خياتي، غير جربوه جربوه وكتبوا لي في التعليقات، ونحيي بالمناسبة المتتبعات التوعي، نحييهم ونقولهم بارك الله فيكم على الدعم. واش نقولكم والله غير هايل، هكذا جربوه، تقدروا ديروه في البيتزا، تقدروا تاكلوه في الخبز، انا شخصيا كليته بالخبز. هاوليك هنايا دوك رجعتو فوق النار هكذا، وانتوما تخلطوا وتحلو فيه حتى تحسوه بلي ولا كتله. شتوها بدا يتفتح، كي تشوفوه يبدا يدير كتله، يبدا ينشف، تما نعرفو بلي راهو جهز هكذا، ومازال شويه كمان. شفتو انا كي نلحقو هكذا يولي لنا كتله، هنا نكونو خلاص وطابنا. نحيوه من النار، هنا راني وجدت تامبول درت فيه بيان سور الزيت باش ما يلصقليش من بعد الجبن هذاك، ونفرغ الجبن ديالي تما ونعبزو مليح. حاولك ندخلو مليح باش ياخذ لا فورم تاع البول، ياخذ لا فورم تاع البول او ميم طون باش يدكس كامل، ماشي تقعد بلاصه فارغه ولا. حاولك وغطيت عليه بابي سيلوفان وخليته في الثلاجه. انا هنا في الثلاجه ما خليتوش بزاف، شغل تقلقت باش نوريه لكم. بصح نتوما قد ما خليتوه قد ما مليح. واش نقول لكم خياتي، غير جربوه، شوفوا هايل بنين وطري فريمون روعه. شاهدكم خياتي في الجنه. يلا قلت لكم مقادير قليله درنا فيكم كوميم، ولا غير كميه كبيره، واحد هكذاك 150 حتى 200 غرام تاع الجبن. يلا استغفر الله واتوب اليه، كيما دائما نوصيكم ما تنساوش ندعو الاخوه ديالنا اللي راهم مراد بالشفاء، واللي ماتوا ان شاء الله ربي يتقبلهم عنده شهداء، ربي يرفع علينا الوباء هذا عاجلا وليس اجلا. يلا نقولكم في امان الله وحفظه، السلام عليكم. ما تنساوش خياتي، حقا نسيت باش نقولكم، مشاركة الفيديو، واللي مازال ما اشتركش تنورني بالاشتراك ديالها مع تفعيل الجرس. السلام عليكم مرة أخرى، في أمان الله.